دخل هجوم الثاني، يعني شوف هذا شو اشتباك هجوم، اشتباك الثاني. الطقومات تجي محملة يعني ما اسكوبها سكب بالرصاص حق الآليات والمعدلات، اسكوب النيه سكب داخل الصندوق حق الطاقم. كان في واحد حوثي اسمه أبو سام، كان خلاص يأذن المغرب يقول الله أكبر أذن المغرب، خلاص يجي أي باب مفتوح سكر سكر بابك. كانوا من يوصلون كانوا دحين من وسط الأحوال من ما يخلوا شيء نقص، كانوا واصل تقل أنت تشتغل المغرب بعد اللي أنت قلت على المغرب ما يخلوا نقش مم إيش بيرقمون بقصة تقب شلونا. اللي معه واللي ما معهوش الدمار يعني ما رحمش أحد. قرية ماتع إحدى قرى الريف الغربي لمدينة تعز هي أول نقطة إدارية لعزلة بلاد الوافي من مديرية جبل حبشي من الناحية الشرقية، يحدها جنوباً قرية الأنجود وميلات من نفس المديرية، وشرقاً منطقة المقهاية، وشمالاً قرية الصياحي من مديرية صبر الموادم. النشاط الزراعي بشقيه النباتي والحيواني المتشكل على الضفة الغربية من وادي الضباب المهنة الرئيسية لسكان هذه القرية ومصدر أمنهم المعيشي والغذائي. المنطقة هذه فقراء مساكين، يعني حدهم عليهم بين يعني الزرع بين مزارعين بسباس طماط كراث، يعني الناس على عدم حالهم على قولة المصري، مساكين فقراء ما يمتلكوا شيء حاجة. الوصول المسلح لميليشيا الانقلاب إلى هذه القرية تزامن مع خطتها في السيطرة على المرتفعات الغربية المتحكمة بالمدخلين الغربيين لمدينة تعز. هنا بالمنطقة هذه يوجد منطقة تخور والدبح والدهنة وقرية الدار هنا وقرية يقول لها قرية الصرة، هذه لا أحد قبلها تم تدمين جهة المنعم تبيشعة تمام، وثم بعد تبيشعة هنا منطقة اسمها الحميرة، وبعد الحميرة يعني ترجع لهنا خور الدبح، بعدين هنا حذران محسوبة على حذران الدهنة الصرة لما تصلى قبل هان، بعدين لحد ما درات وما أدرك لما صلحت المطار القديم. وأنا بلد ترجع بلد الوافي ميلة بلد الوافي، وأنا أدق قربي أنا المقهى الخط من جهة الشرق. بدأت الميليشيا مهمتها من خلال تنظيم عمليات تسلل للأفراد من اتجاه منطقة الربيعي وحذران، أعقبتها بعملية انتشار واسع ومكثف في وسط القرية ومحيطها. احنا كنا آمنين أصحاب المنطقة والمواطنين كأي مواطن جالس بمنطقته ببلاده ببيته آمن، والخط رسمي ما احنا عارفين لأنه كان الخط الأساسي والخط الرسمي مقطوع، يقزعوا عندنا استهدفوا يعني تركوا النقع خط رسمي، كل حافلة تقزع كل سيارة تقزع كل بس يقزع، يعني حاجة بسيطة احنا ما احناش عارفين انه كذا،
لذلك انهم دخلوا متسللين وسط السيارات والحوافل، زهدنا وهن خرجوا احنا من وسط الحوافل، خلاص ضرب رصاص من ساعه هون ويضربون المصفحه تقع من بعدهم الدبابات. الطقومات تقع محمله يعني ما سكوبه سكب بالرصاص حق الاليات والمعدلات، يسكبون سكب داخل الصندوق حق الطاقم. دخل هجوم الثاني، يعني شوف هذا شو ارتباب هجوم اشتباك الثاني. أقام من منطقة متع دخل من جهتنا مقابلنا على طول، كان منطقتنا يعني آمنة داخل جبال ضاحين. أقام من هنا من الخط هذا اللي كان في متع ودخلوا الشباب اقتحموا السوداء واقتحموا اللي قال القرية يلا لفنا. أقام من جهة الربيعي وقام دخلوا لها فوق، لا هنا سيطر لها شوية قدام قليل. والحوثي هو خطير جدا، يعني لا يستطيع أن يدخل أي مكان إلا بالخيانة، تمام؟ يعني مستحيل ان يدخل المنطقه كذا بالقوه ورجاله، ما فيش مين حد عمران مين حد صعدان مين حد كل مكان يستعين ببعض الناس ضعفاء النفوس، تمام، من ابناء المناطق. الترهيب وتقييد الحريات والرقابه اللصيقه مهام استراتيجيه اعتمدتها الميليشيا كأول خطوة عولت عليها في تسهيل عملية السيطرة على هذه القرية ومجتمعها بزمن قصير ومن أقرب الطرق. كان في واحد حوثي اسمه أبو سام، كان خلاص يأذن المغرب يقول الله أكبر أذن المغرب، خلاص يجي أي باب مفتوح سكر سكر بابك، حتى صلاة الجامع بأذن العشاء برمضان ممنوع التهجد، يعني كان لهم يروحوا يصلوا بالجامع بعد اذن يعني اذن العشاء صلاه العشاء ممنوع، خلاص داخل بيته قفل. تجلس على من تداخل، يعني قراش الجياع اطفال الجياع، يعني ما بوش خرجه، يا تموت جوع داخل واذا خرجت تموت قنص من الحوثيين. ما نقدرش نخرج حتى نجيب دبه مي لو في معك دبه مي خارج ما تقدرش تخرج تجيب ايش تشرب، اقول لك رجع. يعني أنا صلى الله ابني جاني ابني غبان داخل ابني تعبان ابني لا ارجع، إذا في مصاب لا ما فيش ما تسعف النش. كانوا من يوصلون كاردو إحنا من أصل الأحوال من ما يخلوش هنا قز، كانوا واصل تقل اللي أنت تشتغل المغرب، لا بعد اللي أنت قلت على المغرب ما يخلونكش، مم إيش بيرقمون بصدق بشلونا ما يخلوش حد رأي بعد المغرب، أم ولا حد يخرج من بيته، تحصلوا كانوا يقصوا السموع تحت البيوت، لو شافوا يعني لمحة ضبس ينزل لك من الموقع ولا ينزل أفراده ولا، يعني بسبب إيش؟ بسبب إنه ممنوع خلاص قفلوا افتحوا، كان ما فيش أي مرة تقدر تخرج ولا أي رجل يقدر يخرج يتكلم بسبب إنه يسكتنه أو يضربوا على رصاص أو يشلونه أو يسجنونه. في مطلع النصف الثاني من العام 2015 أكملت ميليشيا الانقلاب فرض سيطرتها المسلحة على قرية ماتع والقرى المحاذية لها في المنبسط الغربي لوادي الضباب، وكذا التلال والمرتفعات الاستراتيجية القريبة منها غربا من مديرية جبل حبشي. تزامن هذا التوقيت مع حرب التجويع والحصار وإغلاق المنافذ التي فرضتها الميليشيا على سكان مدينة تعز. هدفهم كان خطأ، الهدف الرسمي قطع شريان تعز الوحيد وهو خط الضباب تعز، يعني قتل الناس وخنقهم بهذا الممر الوحيد الذي هو يعتبر الشريان الوحيد لمدينة تعز. تنامي حالة الرفض الشعبي وبداية الفعل المقاوم في محور الضباب القريب نسبيا من هذه القرية دفع بالميليشيا إلى تبني موقف أكثر حدة في التعامل مع سكان هذه القرية، موقف بدأته بتشديد الرقابة على السكان واستخدام السلاح الحي لاستهداف الأفراد. رحت مرة أشتري روشان للبيت يعني سامن متبقى بحمار،
يعني ما شليتوا موتور ولا شيء ولا نقرين ندخل موتور شليتوا. كان في منطقة خلفنا اسمها منطقة الدبح شليتوا الحمار رحت اشتريك حاجة طبيعي سامان. تخيل حتى الحمار فتشيه، لو أني روحت بالطعم يفتش الطعم، يزرع البغم داخل الحوية حق الغنم وداخل الديمة حق الكسب ويقول لك اخرج من المنزل ايش معك هنا. جلسوا الناس مذلين يصوبوا ذا يقنصوا ذا يقتلوا ذا يميتوا ذا، لينتهي الأمر بتهجير قسري للسكان البسطاء بطرق تتنافى مع القيم الإنسانية بحسب الشهادات الموثقة هنا. تخيل لو كان أسرتك مع مثلاً ثنتين أسر، اثنين أخوة، أسرة نزحة أسرة باقي، يقول له ها الذي نزح أخوك داعشين، وأنت تتواصل تجيب الكلام لأخوك لأنه داعشين، وتتواصل مع أخوك لأنه داعشين، تجيب له الأخبار، تجيب له المعلومات، تجيب له وين إحنا، وحدد له مواقع. يعني كان حتى إذا هو أخوك بالمنطقة الثانية الذي هي أمان بمنطقة إنه مصوب أو مات ما تعرفش. أصبحوا الناس عندهم كأنهم يعني غرماء رسميين، يعني خلاص انت ما فيش ما يفرقش بين اي انسان. الهارب بريال، الهارب بريال، لما احنا هربنا لعدرينا بل المواجهات والعدرينا خرجنا لا جنب ما عدرينا ايش بالشيء الذي يعمل لنا. كان يقول لك لما انت تنزح ممنوع تقسي ناقل سامانك يوم من 3 ايام، لذلك هذه كذا الساعه شو لك كذا بدله بيدك بدله ما هي فوقك خلت الباقين. ودرنا القليل والكثير، ودرنا القليل والكثير، والذي إليب إليب واللي سرح سرح، ما عاد نعمل له المكروع ما يرجعش. وفي ناس ترك البقر حقه والغنم يقول له خرج سيارته، البقر حقه المواشي يقول له مشي خلاص مشي، وفعلا مشي وترك ماله وحاله وبيته وجزع. تبهذلنا جلسن 3 أسر ببيت، واللي جلس 4 أسر ببيت، والذي عمل له عوشة، والذي عمل له خيمة، والذي نزح بديام، والذي يعني نزحنا بهذلة صح. نزح القرية كرة، الأهل والجيران والحبايب كل واحد تكلم بها. الخروج من بيتك تعب، النزح من بيتك تعب، بهذلة شمات. أتمني إنه يخرج جنازة إلى المقبر ويقبرنا ويدفن خده ولا يتبهذل. الفصل الأول من سيطرة ميليشيا الإنقلاب في قرية ماتع والمناطق المحيطة بها انتهى في مارس عام 2016 حين أجبرت على الانسحاب والتراجع إلى تخومها الشمالية والغربية. اتمركزوا في التبة السوداء وقبل المنعيم تمام، والدهنة هذه منطقة قريبة من الصياحي تمام، هذه أقرب الخطوط وتسمى هنا حوش البيضاني اللي هي باتجاه الربيعي تمام، باتجاه المزارع يقول لمزارع الربيعي تمام، وهنا باتجاه هذا المنطقة هم قاعدين متمركزين في الخلوة هذه اللي قريبة جدا من هذا المكان، بعد لهنا 1 كيلومتر فقط، السوداء 1.5 كيلو. ليبدأ بعده فصل آخر من العبث والتدمير والانتقام، قصف وقنص واستهداف مباشر ومتعمد للأرض والإنسان. قزعتنا خوف، خرقتنا خوف، دخلتنا خوف، عيشتنا خوف. المواطن يخرج زارع بأمانه ويقول لنا آمن، يخرج ترع ويخرج كذا وتقي له هو آمن، كيف هتفعل؟ إن عيشتنا كل خوف كل ذل. أنا كنت سقي داخل القات والطماط وقالس مقفي قهتان كما زهدت إلا وطلق ضربنا هنا، دخل ذي من هنا دخل من هنا، خرج هو العيناني هذا العين اللي فاص، وحطت وسط الماء، وكان جنبي ذاك عبد الحكيم سيشر راسي من وسط الماء، خرجوا كل الخارج الساقية صاحة وقال تعمتي ونسوان، خرجنا نسوان من هنا، خرجنا لهنا لقرب الجامعة هذا، رجعوا سافرنا بعد العيال ما زيت شاب بعد 3 أيام مربط وجهي كله وقالوا إذا مربطات خبر الدكتور بعد اللي ما أشوف بعد اللي قد طلع عيني ذي قال لي معها ليش صدمة، قال ما يغلبش على عينه ماذا عاد مهلوش الله ماذا مكرم هلوش هذا كله صفايح هنا. في نصف القرية يدب بصيص حياة رغم أدوات الموت التي وزعتها ونصبتها الميليشيا بالقرب منها،
فيما النصف الثاني حولته الميليشيا إلى منطقة مهجورة، والصالح منها حولتها الميليشيا للانتفاع الشخصي، فيما مالكيه يوجعهم التشرد وتقتلهم الحاجة. المنطقة هذه ما عارف عنيش لحد الآن، منطقة خط نار ماتع، تسمى ماتع هذه، واللي قبله هذه اللي يسمونه الدبح خور خوري. كل واحد العالي والواطي، ما فيش واحد اللي معه واللي ما معهوش، الدمار يعني ما عارف يمشي أحد، الحرب ما عارف يمشي أحد. كان معنا قات، معنا زراعة، ومعنا طماكة وزراعة ومخضرات يابس، معنا الرحش. هم يونب حتى الآن الحوثي يزرع الأرض اللي هي كانها قناة حق بعض أصحابنا، يزرعه ويبيع القات حقه، يزرع قات، يزرع طماط، يزرع كل حاجة الحوثي بالدبيح وكذا، أموال المناطق وحدران. الآن يزرعوا القات حقنا اللي كناها حقنا، الآن يزرعونه ويبيعونه. بسم الله أعلم الآن كيف يكون، إنهم دخلوا داخل انقلغموا، إنهم الله أعلم كيف يكونوا قاعد منهم، يعني متخرج إلا الطو وهلاك والقراش بس، ما شيء من سما، لا تدخل لا سيارة ولا موتور ولا أي حاجة، عشان من الحاجة الخفيفة بس والمعدل الثقيلة كل يوم. ما تعمل يعني ما هلهن 24 ساعة، كم لا 24 ساعة تنقل من البيت بالحمير، يعني ما شيل الملابس والقهر ومشي تلاك. يعني الناس مشردين، كيف انت افتكر انه يخرج الرجال ما هو دارين يجي، اين يروح؟ فين يروح؟ بعضهم راحوا بالمدارس في المدينة، بعضهم توزعوا على هذه القرى، تمام، هنا بالنقود كذا، عند قربائهم، بعضهم معونا قرباء، اتوزعوا لك على المنطقة كامل، يعني تشتتوا زي الرباح. تحمل ظلم الناس، وتحمل قهر الناس، وتحمل عذاب الناس بسبب انه ما فيش معك مدخل، ما فيش معك اي شيء ان انت يخليك تخرج وتستفيد هذا الشيء، تعمل هذا الشيء يعني ايجار وكذا كذا، ما تقدرش. قصص الضحايا في هذه القرية كثيرة ومتنوعة، والمتضررون كثر، منهم من لا تزال منازلهم تحت سيطرة الميليشيا فعلياً ونارياً شمال وغرب هذه القرية، ومنهم المجزأة أبدانهم بفعل أدوات الموت المتنوعة التي كان أبرزها سلاح القناصة. قناص عقازي من هنا، إذا ترعي البقر زهرة اسمه، ومع بقر ثلاث كسب ترعين هنا، كانوا تحت الحال الحوثي رافع عليه قناصية وقناص البقر حقه عقازي فوق القلب. خرجنا دخل نسوان، دخل نسمنا من حق القرية ثلاث، خرجنا ونسعفت للمستشفى وصلت ميت. خرجت أنا وعمي وأم الابن جالسين قدام البيت، يعني فأنا أشم هواء، ما زيدنا لك الله يطلق من هنا، قال يعني من جهة الحوثي قمص، من جهة الخلوة، أقال لك طلقة على طول، أقال لك للرأس حق الوليد، دخل من هنا سكن كنا جالسين كل إحنا، طبعا تفاجأت أنا قال أنا جالس جنبه أشوف ابني ارتدق على طول جنب السيارة، شليته على طول الواحد فاعل خير يعني مع سيارة، أسعفنا على طول المدينة، مشينا معه أسعفنا شو الوقت، ما تظنوا تقريبا عند السجن المركزي، الله يرحمه سكينه كنا، يعني حزن ابنك الوحيد الكبير كيف؟ كان هذا الوحيد الكبير، وبعدين ما شاء الله كان فيه بوذكاء، كان تخرج ثانوية، أظن مرحلة أخيرة، آخر سنة ثالث ثانوي. فقدت أغلى شيء عندي هي صديقتي، صديقة عمري، كان ما يفرق إحنا أي شيء، صراحة ترعي غنم مع ابن عمي وأخويه، يعني ما فيش أي حاجة في به، أقال المدفع شن تحبه هي وابن أخوي، كان يكنتب الحول الذي أرفع منه، أزل يعني بكل شدي أقري يعني كيف، يعني كنت نفس المجنون أتخيل هل هي ماتة ما ماتاش، خلاص فقدت الأمل من ذلك اليوم. ثاني من الثنتين بنت أخوي، كان بنت طفلة برين عمرها سنة ونص، تمشي قدام الباب يعني عاد بادي تتعلم القزعة تخطين، لذلك إنه الحوثي قنصة من تبتستان
حاولت أنني أنقذه بكل جهدي ما قدرت. من حين دخلت البيت شانقذه لحد ما خرجت يعني كنت أقول له عاد في أمل أو في شيء أو في حاجة إنه يعني لو هم صابوا ولا شيء يعني شقدر أنقذه ولا شيء ما قدرتوش. وتبت السود وتبت الخلوة لاحقني بالرصاص. كنت أجزع والرصاص جنبي خلفي جنبي خلفي لحد ما وصلت منطقة اسمها منطقة المحور وني أجري. عملت له نص المسافة البنت ثقل من يدي ثقل 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 عميق. إيش هذا الثقل؟ لذلك إن هذيك الساعة روحي خلاص خرجة وفاء. حكاية قرية ماتع من مديرية جبل حبشي مع ميليشيا الانقلاب، متنوعة الأحداث ومتداخلة التفاصيل ومجهولة العواقب. حكاية يعيش فيها إنسان بسيط يبحث عن لقمة عيشه وأمنه واستقراره للعام السابع على التوالي، ولكن تلك الحقوق البسيطة لا تزال بعيدة جداً عن متناوله بسبب قناصات ومدافع الميليشيا المنصوبة على التخوم. لحد الآن الهاوينات تساقط على المكان هذا. توقع أنت هاوين الآن، البيت هذه اللي هنا دي في بيك أنا هاوين، هناك هاوين، عادوا الآن الأسبوع اللي قبل هذا الهاوينات ما زالت تساقط على المنطقة. يعني عادي تحت القذائف تصل لحد اللحظة، ما في شيء، ما وش أمان المنطقة. شو هذا يقنص؟ هذا يصوب؟ هذا يموت؟ هذا يقول له مدفع لبيته شله وعياله؟ هذا يقول له صاروخ؟ هذا تقول له حق دبابة؟ هذا تقول له شظايا حق مضاد الطيران؟ يعني كل عيشة إحنا نكد. من الآن هذا الوقت هو يقنص به، يبدأ من الوقت هذا لا مغرب وقنص. إحنا بريف كل شيء حقنا خارج، ما أنا خارج، خبزنا نخبز خارج بموافية، حطبنا خارج، كل شيء ما زال حقنا إيش خارج. ما فيش يعني احنا محنش بمدينه، كل شيء داخل، كل شيء بداخل. يعني حتى لو وقع اشتباكات لو وقع رصاص قنت مجهز نفسك انه كل شيء داخل. لا، احنا بمنطقه ريف، منطقه قريه، نخرج معانا مواشين، نخرج نرعب بهايمنا مواشينا بقرنا بها. يعني محنش داخل، لا عاد تقدر تزارع، لا عاد تقدر تمشي، لا عاد تقدر تعمل حاجه. الحرب اكثر المحروقات، هذا والغلاء الاسعار، وهذا هذا ما تقدرش تخرج للسوق إلا تشالك 50,000 تعقل بها مع الغلاء. يعني لقلت لك سنتين ما تدخلش 10 ريال عجل. من هنا لهنا، من هنا لهنا، صار حارقة والحمد لله. هذا نحن بالغصب علينا نعيش تعسيا، مو عاد نقول